النساء. هاي هي العروس؟ هاي هي ظريف الملك. انتي؟ لا العروس. عندي بيت. يلا خلصينا. سنور. تعي ماما تعي. يلا احكي. لا ظريفة ولا ما عم اقول لك على ظريفة، احكي بالنقد. هاي يا جماعة، نحن يشرفنا نطلب ايد منكم. الله يسلمها لهيثم، والحقيقة طلباتكم كلها احنا موافقين عليها. شو ما كانت تكون نسبكم بيشرفنا، وان شاء الله بدكم راح تكون بين ايدين امينة، وحد نعيش مع بعض كلياتنا ان شاء الله عيلة واحدة باذن الله. هيثم شاب معروف، عصامي بن نفسه بنفسه، ان شاء الله سمعته وثبته، بكره بتسألوا عنه وبتشوفوا. اهلا وسهلا. يعني نحن بنتشرف الناس بعيلة مثل عيلتكم. الله وكيلكم، العالم مدحوا فيكم كتير. يا ميت أهلا وسهلا، ونحن عارفانين إنه بنتنا رح تكون بإيد أمينة. الله يسلمك يا رب. تسلم، هذا من أصلك. لكن خلونا نقرأ الفاتحة عن التوفيق بإذن الله. ونعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله عيد الرزق، والله يهنيكم. مبروك يا هيثم. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله تفرح من الباي. الله يسلمك يا هيثم. ان شاء الله الف مبروك يا صهري. الله يبارك فيك يا رب. مبروك يا صهري. ان شاء الله. سمير قوم جيب البنت خليهم يقعدوا معنا. تكرم عيني. يلا حبيبتي عشان نتعرف عليهم منيح. على عيني. عن اسمكم. اهلين. الله معك. هي بعد ما كنت هون ليش ما سمعوكم؟ تعالوا تعالوا الحقوني يا ولد. تعالوا يلا تعالوا. يا الله فوتي ماما فوتي. يا اهلا وسهلا. ادي عن اذنكم تفضلي. كيفك؟ الحمد لله. ايه الحمد لله.